اللي اكتشفته مثل على كلام قليفة. قليفة هني شبه مولود هني. هذول قاعد يحتفلون هني. لا مو دعاية الكازينو. لا لا حتى يحتفل عيد ميلاده. هاي تقدر تأجرها 100 يورو. يا تفرك هالسكة والله رخيصة. 100 يورو زين. فالحرة المدينة هذه مميزة يا جماعة. اسمها هلسنكي ولها اسم ثاني مدينة النساء. ظاهر مدينة النساء يعني ما قاعد أشوف إلا نساء صراحة. ما غير هالشباب هذولا ومعي. على العموم أخذ المعلومات وصلت. فمدينة فقط نساء. فنلندا دولة من دول الإسكندنافية. فنلندا تكلمنا عليها في الجزء الأول راح نتكلم عليها شوي. وإحنا حاليا في هلسنكي العاصمة. ما يميز فنلندا أمانة لاحظت الشعب طيب حيل. وعلى فكرة هو شعب الفايكن أيضا. شعب الفايكن هو أيضا من الشعوب الإسكندنافية. وهم أيضا دولة مستقلة ولكن أيضا علاقاتهم قوية. الدول هذول الخمسة اللي هم السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وآيسلندا. خليفة الأخ اللي معاه. فالأخ خليفة يقول أن نسبة النساء عندهم كثيرة في هذه المدينة. وهذا اللي صراحة لاحظته في مدينة هلسنكي. علمهم احنا كنا في وقت أقامة يعني الحمد لله كنت محظوظ أني أشوف بطولة أولمبيات للألعاب القوة أقيمت في هلسنكي. فكانت هذه البطولة موجودة في هذه المدينة هلسنكي. والدول كثيرة من الأوروبيين شاركوا في هذه المدينة. والجميل والغريب والشيء طيب يعني ولا مستبعد على هالدول الاسكندنافية ان رئيس البلد والملك حضر بسيارة عادية. شفناه بسيارة حضر بسيارة عادية وما عنده الا حارس واحد بس سبحان الله. وقاعد مع الجمهور ولا احد حوله ولا احد قمز عليه ولا احد باسيده ولا احد سلم عليه. ناس ما يسوون حكام الطوائف وربعنا. فسبحان الله التواضع عندهم والاخلاق والطيب والاحترام. وايضا ما شاء الله لاحظت جمال النساء اللي عندهم يعني اما شيء ملفت للانظار. خلينا نشوف هذه الحلقه اللي كانت سنه 2012. ففي نص هلسنكي الحين خليفه بس تعليق بسيط الله يخليك بس باللغه الفنلنديه وانا راح اترجم لاني اثبت لهم اني اتكلم فنلندي. الله يخليك ترجم غششني بالفنلندي خليفة. أي شيء بالنسبة للكنيسة. بالفنلندي يعني. تمام فانهين تيركو على سوا مسا. دوراي. إيه. شو اسمه؟ تمام فانهين. بقول بالعربي. يعني هاي أقدر كنيسة. أوكي. لحظة. أثبت لكم إني راح أتكلم. أثبت لكم إني راح أتكلم فنلندي. فهذه تعتبر كنيسة بيضة وعليها أخضر. صح ولا صح؟ صح صح. فيها خطوط ذهبية مثل ما تشوفون. وهي أقدم كنيسة. وهي أقدم كنيسة في. واليوم راح تصير. لا قول فنلندي. قول فنلندي على السنة. أثبت لهم إني راح أتكلم فنلندي. قول لهم. هاي تاوم وانهين كيركو سوامسة. واليوم راح تكون تجمع هني لأن افتتاح الأولمبيات الألعاب القوة لأوروبا. نعم نعم. يا تاوم نيبال يوم مساء كاكي كاتو يا تاوم ست طول أبطال. سيلا طانس تاوم سيلا موسيقى كاكي موتا. شنو؟ هناك أكو موسيقى وحفلة. إيه لحظة لا تغشش يا أخي عارف يا أخي راح تكون موسيقى وحفلة هني وشباب مثل ما تشوفون هني في شرطة لابسين أصفر. مو شرطة أمن هذا قصد. فنلندي وبرتغالي وفرنسي وروسي. وانجليزي وهولندي بعد سيكول. فهذا يقدم كنيسه وان شاء الله راح نصور الحفل اللي راح يقام هنا مناسبة. يدرون اني داري ومسوي لي احتفال هني. وجزيره مده زياره دا لا الجزيره الصليباويه. احنا صليبيه واخلاق جهراوي. الاخ من زكان شعبيات القديمه والاخ من شعبيات الصليبيه وتقابل هني بهلسنكي. هلسنكي هي فنلندا. الكاميرا راح نكمل مشاهد والله كل شيء اسمه يعني الحمد لله هذا على وقتنا. هذه البطولة للألعاب القوة للقارة الأوروبية مقامة فقط في هلسنكي اللي احنا فيها حاليا اللي هي عاصمة فنلندا. هذا رئيس البلد وزوجته. ولاحظ انهم قاعدين على كراسي عادية شوف التواضع. وهؤلاء اللاعبين اللي راح ينضمون يلعبون بالبطولة. وين
اللعيبه اللي حق الالعاب الالعاب القوه اللي في هذول لعيبة البرتغال، لاحظ العلم. العلم الفنلندي هذا هو الأزرق والأبيض. لاحظوا اللغة الفنلندية، هذه هي اللغة الفنلندية، تختلف شوي عن اللغة السويدية. Ladies and gentlemen, the next song is anthem from Samo. And the scene. وليلة البدر ونصف البدر بوجود البدر. الجو جميل هنا في فنلندا عاصمة هلسنكي. جميلة صراحة العاصمة، جميلة جدا. دخول اعلام الدول تحدي انا وخليفه من يعرف الاعلام هذا علم اندورا اندورا هذا اندورا أرمينيا أذربيجان أذربيجان عاصمتها باكو بلجيم بوسنيا هذا بلغاريا بلغاريا إسبانيا إسبانيا سبين هذا جورجيا جورجيا جيبرالتار
دولة جبل طارق. نيدرلاندز. إيرلندا. إيرلندا. إيسلندا. إيسلندا. Hyvät naiset ja herrat, toivottukaamme tervetulleeksi. Ladies and gentlemen, please welcome. Suomen Urheiluliiton ja EM-kilpailuiden järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, President of the Finnish Athletic Federation and the Local Organizing Committee, Antti Pihlakoski. عطنا كلمة بالله عليك بالفنلندي. سلم على الاخوان بالكويت والاهل والربع والوالده. الوالده بالفنلندي؟ شباب اللي بصليبيه بالجهر بس، كلمة حلوة حق الشباب، تنصحهم يجون ولا ما يجون؟ بالفنلندي. اي حلو بالفنلندي. سالة تربيسية تاعت سوامستا، ما طيب ان كايك الكويت تاعت جهرة طلايسية اين. جهرة الله عرفت الجهرة. اين جهرة طلايسية تربيسية تاعت انا مسيست ايمون يا كايك هوبي يا كايك هوبي يا. خلاص حول الحين حول عربي، حول عربي، ورهم ورهم المهارات. يعني سلم عليكم هنا من فنلندا واخوكم مرشد سياحي ورئيس ومدير جمعيه. على فكره يا جماعه ترى ما شاء الله عليه خليفه مدير نائب المدير، ان شاء الله بعد سنه ان شاء الله يصير مدير جمعيه ان شاء الله. فالشباب اللي ما عندهم وظايف يجون توظفون عنده بالشرط لازم يتكلمون فنلندي ومن دبش يتكلمون فنلندي. وهاي يا شباب هاي يعني طبعا فنلندا وجو حلو هني واحسن من القبار. وفي غزلان ولا ما في غزلان؟ والله الغزلان موجوده بكل مكان. في غزلان شارده 70% حوالي الحريم هنا اكثر من الريالي. سبحان الله يعني هاي المصيبه هناك. ويقول لك يحبون الشعر الاسود؟ لا هم عشان كذي قاعد يجيبون بالاجانب يريدون يوازنون. ما نبي يوزنون، ما نبي، نبي بس حنا الله يرحم والدينا. ما لا يجون الله يخليك، ما نبي جاية. انا وياك وصلاح الطيار واحد مره بس صلاح الطيار راح يموت على راح اجيبه اجيبه هني اجيبه في اللندن. حلو قاعدين الحين برا شويه بارده يعني مو والله لابس تيشيرت انا هو لابس تيشيرت لابس قميص بيها بروده بيها بروده. شوف الجو ايش حراك. عطنا لو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ترجم ترجم ايش قلت؟ طبعا قلت لكم اهلا بالشباب نحييكم من نتمتع بالروح عندكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.